من موجز الأخبار سوف ننتقل الآن إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية والمواقع الإلكترونية الصادرة لهذا الصباح. بداية هذه الجولة لليوم ستكون مع موقع أساس ميديا والذي عنوانه التالي: وفيق صفف الإمارات، إعلان فشل الزيارة لم يلغي مفاعيلها. منى الحسن: فقد عاد وفيق الصفا بينما بقي الموقوفون رهن زنزاناتهم بانتظار المراجعة القضائية، وهو ما تسبب ببلبلة لدى الحزب الذي سبق أن تبلغ أن كل شيء قد تم إنجازه لإطلاق سراحهم. هذا وكان الموضوع مسار بحث وتدقيق منذ 6 أشهر إلى أن نضجت الاتصالات، وقد تم الاتفاق على زيارة صفا. فحضر مندوبان أمنيان من الإمارات لاصطحاب مسؤول الحزب الأمني ورفيقه رجل الأعمال الطرابلسي على متن طائرة حكومية إماراتية. فقد جاء الاتفاق على زيارة وفيق صفا بعد موافقة طهران على أساس أن كل الترتيبات انتهت لإتمام إطلاق سراحهم. وصل صفا إلى الإمارات ليتفاجأ بإبلاغه أن الإفراج عنهم يلزمه إنهاء بعض الإجراءات القضائية، وهو الأمر ما كان موضع استغراب، خاصة أن الإمارات كانت قد أبلغت أن الترتيبات القضائية سبق أن أنجزت. هذا الأمر فسر على أنه استياء إماراتي من طريقة التعاطي مع الملف وإعلانه وتظهيره بالشكل الذي حصل، وهو ما يكون قد أحرج الإمارات أمام حلفائها في لبنان. فتعرقل الملف وأبلغت الإمارات صفا أن المحكومين يحتاجون إلى استكمال إجراءات المحكمة لتطلق سراحهم. فشلت المهمة بسبب التسريب أو جمد تنفيذها إلى ما بعد عيد الفطر وربما عيد الأضحى. التاريخ هنا لم يعد مهما، الأهم أن ما جرى خلف استياء في أوساط الحزب، فيما أشار الكاتب السياسي الإماراتي عبد الخالق عبد الله وفي تغريدة له على منصة إكس بأن الإمارات تعاملت مع حزب إيران في لبنان عبر وفيق صفا الذي عاد حاملا 3 مطالب إماراتية محقة. المطلب الأول: اعتراف صريح بأن الموقوفين عملوا لصالح حزب الله، تعهد بعدم تكرار أعمال تجسسية في الإمارات العربية المتحدة، ووقف تهديدات الحزب ضد مصالح إماراتية. من أساس ميديا سوف ننتقل الآن إلى صحيفة أخرى، وتحديدا صحيفة الشرق الأوسط والتي عنوانت التالي: اتصالات التيار والقوات لا تؤسس لتقارب ثنائي، يجتمعان في لقاءات للمعارضة ويختلفان على قضايا عدة أبرزها سلاح حزب الله. إذ يلتقي الخصمان السياسيان المسيحيان أي حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بالمرحلة الحالية، وذلك في سياق إطارين اثنين: رئاسة الجمهورية ولقاءات بكركي. هذا ونقل عن عضو كتلة التيار النائب شرب المارون قوله في حديث إذاعي أن هناك اتصالات تحت الطاولة بينهما، وهو ما عاد ونفاه لصحيفة الشرق الأوسط متحدثا عن اتصالات معلنة وغير معلنة. فيما يرى مسؤول الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور أنه لا يمكن الحديث عن تقارب ثنائي، وإنما تقارب إذا حصل بين التيار والمعارضة وليس فقط بين التيار والقوات، ويرفض في المقابل الحديث عن اتصالات تحت الطاولة، واصفا هذا التعبير بالمفخخ والمرفوض وغير الصحيح. وفي رد على شرط القوات للتقارب مع المعارضة والذي حددته بمطالبة التيار بنزع سلاح حزب الله، يقول مارون: من يريد الحوار لا يضع شروط، بل يفترض البدء بالحوار وعلى ضوء مساره تحدد النتائج. أما أن تبقى الأمور على ما هي عليه أو تصل إلى التفاهم، فكل هذه الأمور مرتبطة بما سيدور في هذا الحوار. من جهته يوضح شارل جابور لصحيفة الشرق الأوسط: اللقاء بين الطرفين يرتكز اليوم على خطين لا ثالث لهما، وهما التقاطع ضمن المعارضة على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ولجنة التنسيق البعيدة عن الأضواء تحضيرا لوثيقة وطنية في بكركي، وتكون تعكس موقف اللبنانيين وإرادتهم بقيام دولة فعلية لا سلاح فيها خارج الدولة اللبنانية. إلى صحيفة الديار سوف ننتقل الآن بين عين التينة والبياضة، رسائل مبطنة بضحكة، فماذا يطبخ؟ باسيل يرد ضاحكا وأنا ناطر بري لا يعمل المتفقين عليه. فعلى الرغم من كل اللقاءات التي تجريها الخماسية تشير أوساط بارزة إلى أن هذا الحراك لن يثمر رئيسا للجمهورية في المدى القريب، معتبرا أي هذا المصدر أن الخماسية موحدة في الشكل لكنها منقسمة فيما بينها حول الأسماء.
وفي بورصة الأسماء تشير صحيفة الديار في وقت قيل أن اسم العميد جورج خوري عاد ليتصدر المرشحين المخفيين للرئاسة، جزم مصدر موثوق به أن ما قيل عن عمل جار بين ميرنا الشلوحي وعين التيني وخلفهما قطر للبحث في إمكان ترشيح خوري غير دقيق، ولو أن معلومات الديار تشير إلى أن العلاقة على خط عين التين البياضة ليست مقطوعة، بل هناك تواصل ورسائل تبعث من حين لآخر. وفيما رفض المعنيان الإفصاح عما يبحث في الكواليس، تشير أوساط بارزة إلى أن خلف هذا الانتظار قد يكون اسم وسطي ثالث يعمل عليه لحظة تيقن الثنائي الشيعي أن لا مفر من البحث في الخيار الثالث، والذي يقال أن الرئيس بدبي بالريبة مقتنعا به، ولو أنه يجزم بأن هناك مرشحا اليوم يدعمه وهو رئيس سير المردة سليمان فرنجية، فيما تؤكد الأوساط أن تخلي الثنائي عن فرنجية لن يحصل إلا إذا أعلن فرنجية بلسانه انسحابه من السباق الرئاسي عندما يصل إلى قناعة بأن وصوله بات صعبا. هنا تتحدث الأوساط عن أن اسم اللواء إلياس البيسري ليس مجرد اسم للتداول الإعلامي، وإنما اسم جدي يعمل عليه حتى من قبل بعض دول الخارج التي ترى في الرجل الأمني رجلا يصلح لهذه المرحلة. الموضوع الأخير الذي ستوقف معه سريعا نشرته صحيفة الأنباء الإلكترونية أرقام مرعبة في لبنان، جراح واحد لكل هؤلاء. فأطباء ممرضون وممرضات غادروا لبنان بأعداد كبيرة وصلت بحسب التوقعات الأخيرة إلى 35%. هذا وكشف نقيب الأطباء يوسف بخاش أنه فيما يتعلق بجراحة القلب عند الأطفال لم يتبقى في لبنان اليوم إلا جراح واحد في هذا الاختصاص بعدما هجرت البقية منهم. ويضيف: نعاني أيضا في نقص أطباء الأشعة، ففي الماضي كان هناك طبيبان أو ثلاثة من هذا الاختصاص في كل مستشفى، أما اليوم فلم يعد هناك إلا طبيب واحد في كل المدينة، والأمر نفسه ينسحب على أطباء البنج والطوارئ، إذ أن عدد أطباء الطوارئ اليوم في لبنان لا يتعدى 40، في حين أننا بحاجة إلى 600 على الأقل.